أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مصليات العيد والجوامع والمساجد الموزعة في مختلف مناطق المملكة إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المصليات والجوامع والمساجد المخصصة في المملكة قد امتلأت بالمصلين لإقامة صلاة العيد وسط مشاعر يغمرها الفرح وأجواء إيمانية علت فيها التكبيرات والتهليل والحمد. الله أكبر. تكبيرات لها شأن رفيع ووقع عظيم في نفس كل مسلم يفرد الوحدانية لإله يعبد، رب يعظم فعل القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، فشكره لعباده هو إشارة إلى مغفرته لهم. تكبيرات عيد الأضحى المبارك أو عيد الحجاج كما يحب أهل البحرين أن يطلقوا عليه لا يمكن أن تكتمل الفرحة فيه إلا إذا تجاور المسلم بأخيه المسلم في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، وتحديدا في صلاة العيد التي أخذت عن نبي الرحمة والتسامح محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والتي شهدها معه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري كأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث النبوي، وأداها مع رسول الله الذي بدأها بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. صلاة عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة وهبات من الله سبحانه وتعالى، نحمد الله عز وجل أن أكرمنا بها بعد انقطاع لهذا الوباء الذي حل بالناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المحافظة على هذه الشعيرة ويحث الناس على الخروج إليها رجالا ونساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة. عيد يتسابق فيه المسلمون بالتقرب إلى الله بالذكر الدائم والتهليل وبالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحمها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، وفيه تزدان أجواء المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد لترى الفرحة الحقيقية بمجيئه على وجوه الأطفال وتكون منتشرة في كل بيت من بيوت المسلمين. العيد في الحقيقة كما يقولون ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن حسناته تزيد، وهذا العيد تتويج لطاعة عظيمة ولأيام عشر. كل عام أنتم بألف خير وصحة وسلامة، وربنا يحقق أمنياتكم، ومن يبارك العيد على شعب البحرين وأهل البحرين، وإن شاء الله ربنا يحفظ البحرين وأهلها. الله يرزقنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، أحسنا أن العيد فرحة والكل يستانس فيها. يعني عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، والذي يبدأ من بعد انتهاء حجيج بيت الله من الوقوف بجبل عرفة كأهم مناسك الحج، لينتهي في آخر أيام التشريق. لفرحة المسلمين بعيدهم الكبير رونق خاص، فهم من يتسابقون لتبادل التهاني بين بعضهم البعض، تحفهم بركات من الله تعالى تبقيهم على مسافة واحدة من التآخي وتحافظ على مشاعر المودة بينهم، فلا أضغان ولا أحقاد بل شعور ببناء الجسد الواحد. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.